أعزائي المشاهدين مساء الخير، بنحيي حضراتكم وحلقة جديدة من أول حكاية، حلقة مسجلة. حكايتنا دايما بيكون فيها صراع أخذ وعطاء، دايما في أخطاء، بس يا ترى الحياة بتستمر مع الأخطاء؟ لازم تسامح. إذا ما كانش فيه تسامح الحكاية تنتهي على إيه؟ التسامح في حياتنا ده موضوعنا النهاردة، وبيساعدنا أن يتكرر اللقاء ويشرفنا النهاردة الأستاذ دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. برحب بحضرتك معنا. وموضوع التسامح في حياتنا خاصة اليومين دول موضوع شديد الأهمية، لكن هنتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا التقرير. التسامح بيزيل الاحتقان طبعا بين الناس، وبينمي روابط المحبة. وطبعا التسامح ده من العناصر المهمة جدا لان المجتمع يرتقي وينمو، لان لو ما فيش تسامح بين الناس هيكون ده ارض سهلة وخصبة ان هو نزرع بذور الخلاف بينهم وبذور الانشقاق. هيبقى في حب، هيبقى في اخلاص، لو الناس سامحت بعضيها هيبقى خير للكل. يعني التسامح بيولد روح التعاون في الأسرة، ولما بتتعاون الأسرة بتساعد بعضها، مما يؤدي إلى خلق السعادة بين أفراد الأسرة. التسامح هو اللي بيخلق ود من جديد، وهو اللي بيوصل الحبال المقطوعة، وهو اللي بيخلي الناس كلها تتعامل مع بعض من جديد. لأنه ما فيش تسامح المجتمع كله هيتفرق، وكل واحد هيروح في اتجاه. بيساعد على السعادة وراحة البال والإنتاج كل حاجة. لازم لما الواحد بيسامح بيعيش عيشة كويسة، البيت بيبقى يعني كويس، ما يبقاش فيه انفلات في البيت، بيحب الناس، بيحب عمله، هو ده التسامح. التسامح ده سمة جميلة المفروض تبقى يتسم بها الإنسان أيا كانت ديانته أو أيا كانت هويته، فده شيء جميل. والتسامح أصلا يعني نتيجته بتبقى حلوة، وعدم التسامح بيؤدي للخراب اللي احنا فيه. إن أنا ما تسامحش في سبيل حق حد تاني، ما يكونش التسامح دايما ما يجيش من الضعيف، لازم يجي حتى من القوي. يعني ممكن يكون ليا حق بس انا قوي واتسامع عنه، لكن ما اكونش ضعيف وليا حق واتسامع عنه في سبيل قوي. التسامح حلو، ربنا ما بيسامح الناس بتسامح. هو شيء طبيعي ان الزوج او الاولاد او الزوجه لازم تبقى متسامحه، لان التسامح اساس المحبه. بيخلق اسره مترابطه، اسره متماسكه، ما بيخليش فيه عند الاولاد عنف. وبعدين التسامح ده يعني الأديان السماوية كلها قالت عليه. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، دكتور أحمد هنبتدي على طول كده، التسامح له تعريف؟ التسامح خليني اقولها بالعاميه كده، ان انا ما اشيلش جوايا ايا كان الموقف اللي حصل من اي شخص، ما احاولش افضل سايب الموقف جوايا متراكم معايا فترات طويله. لان لو انا بشيل جوايا موقف مع التاني مع التالت هلاقي الحمل بقى تقيل، وبعد كده هلاقي الانسان هيبقى صعب جدا يعيش سعيد لو هو بيحوش جواه وبيكتم جواه. فهو التسامح بالعاميه بمنتهى البساطه ما تحاولش تشيل. طيب امتى انا احس ان انا وصلت لمرحله اني ابتديت اتعب من عدم التسامح؟ هو هقول لك حاجه، من اكبر منغصات السعاده او العوامل بقى اللي بتؤدي الى منع ان الانسان يكون سعيد او مستمتع بحياته عدم المسامحه. اللي انا بشيل جوايا، لان علميا حتى كمان بعد ابحاث الطاقم انتشرت بدأوا يكتشفوا ان المشاعر والذكريات والصور دي هي عبارة عن طاقة بتتخزن في الجسم. فكل مواقف سلبي يحصل لي في حياتي بفضل شايله جوايا، انا سبت بؤرة سلبية جوايا بتقعد طول اليوم تبث طاقة سلبية بتخلي حياتي صعبة جدا. فلا مرة مع التانية مع التالتة بفضل اراكم جوايا لغاية ما يبقى جوايا حاسس بنار او حاسس بضيق او خنقه. يبقى الشخص اللي عمل الموقف سعيد وماشي والدنيا كلها ماشيه معاه كويسه جدا، وانا جوايا عدم راحه وفي فوره غضب جوايا او نار جوايا. فانا الصح علميا ان انا احاول اكون متسامح، لان التسامح ده اولا واخيرا هيفيدني نفسيا. طب اديك قلت احاول قبل اكون ما يفيد. كويس، احاول اكون ده هيقودنا لايه؟ الطبيعه البشريه الى اي مدى هي متسامحه؟ الطبيعة البشرية في الأصل متسامحة
وبتكتسب عدم التسامح. طب ماشي نشرح بقى. لا مصر. خالص لا ما ماشي. طيب ماشي. الفطرة اللي ربنا فطر الإنسان عليها هي فطرة التسامح. بيتعلم عدم التسامح أثناء تكوينه وأثناء تربيته وهو صغير. من مين بقى؟ من الأهل، من يعني القرائب، الأهل نمرة واحد، من الميديا، من الأصدقاء، من التعليم، من الأفلام، مسلسلات، كرتون. معايا؟ هثبت لك ان الانسان يعني ايه، يعني هو بيشوف العقاب يعني فكره تعرفه على العقاب بيعرفه ان في حاجه اسمها حاجه ضد التسامح. هو اتعلم ان انا لازم انتقم ولازم ارد ولازم افضل جوايا نار، مش بسهوله تسامح. ممكن تلاقي الاب كده، الام كده، الاصدقاء كده، الاخوات كده، البيئه، الافلام، الكلام ده كله، على حسب ما دي كلها العوامل اللي بتشكل شخصيه الانسان. شوفي طفل لسه صغير مثلا عنده سنه ونص ولا حاجه، قرصي قرصه، هيقعد يعيط كويس، وهو بيعيط يقول كوتي كوتي كوتي، تلاقيه بيضحك ونسي اللي حصل اصلا. فهو اصلا مفطور على التسامح، بينسى، هو عايش اللحظه، ما بيشيلش التراكمات اللي فاتت. بس عشان هو ادراكه لسه لم يكتمل بعد، مش فاهم ابعاد القصه. يا ريت ادراكه مكتمل. لو هو طيب. لما لو لا لو انا بربط عدم التسامح بالادراك يبقى انا مش عايز ادرك احسن. ليه بقى؟ لان احنا بندرك السلب مش الايجاب، وبندرك الذكريات السيئه مش الذكريات الجميله. هي دي عباره طبيعة عن بشريه يعني؟ لا، هي عباره عن برمجه. الاب والام والاخوات وكل العوامل اللي بتاثر على الانسان وهو صغير بتبرمجه ان هو يفضل فاكر الحاجات الوحشه وبينسى الحاجات الحلوه. بتبرمجه انه يفضل شايل، انا بتعامل مع انسان انسى كل الايجاب اللي هو عمله واركز على الوحش اللي هو عمله. مع ان لو جينا نقيم كده، لو انا جبت بني ادم قدامي وكتبت كل الحاجات الحلوه اللي عملها في حياتي وكل الحاجات الوحشه، هنفاجئ ان في معظم الناس الحلو اكتر. صحيح. بس احنا تربينا ان احنا نفتكر السلبي وننسى الحلو. وتربينا ان انا ممكن يبقى الانسان بيتعامل معايا باسلوب كويس جدا، واول موقف سلبي يحصل احكم عليه واعمل اكس، مع انه موقف واحد. لا بقى معلش. اتفضلي. حلو قوي كده. استفزتني وابتدت تستفزني. كويس. ليه الانسان لما بيعمل الموقف ده ويقول لك كفايه الموقف ده، هو بذكر انه بيتعلم عدم التسامح، بتبقى الحياه يمكن تكون علمته ان الموقف الاول ده هو تعبير عن الشخصيه، واللي بيعمل حاجه مش هيبطلها، فالباب اللي يجي لك منه ايه؟ الريح سد واستريح، فهو بيقطع. ممكن يكون مش معنى كده انه كرهه او مش متسامح معاه، هو بيقطع العلاقه كي يكف عن نفسه الاذى. بس ده كلام جميل. اشكرك. قطع العلاقه شيء، والتسامح شيء تاني. لو انا قطعت، لو انا شايف مثلا، هو المفروض اصلا مش من الصح ان انا عند موقف معين من حد من اصدقائي او حد كده اقطع، الا في حاجات ما ينفعش فيها ان انا افوت. معايا؟ يعني مثلا هدي مثال. حد من اصدقائي انا بتعامل معاه وفوجئت ان هو بيتآمر مع ناس ضدي. صح، اقطع، بس ما شيلش. القطع سلوك والشيلان انفعال. انا مش بتكلم بقى على السلوك الاكشن اللي حصل بره، انا بتكلم على السلوك اللي حصل جوه، الانفعال اللي جوه. ما افضلش شايل جوايا وكل شويه افكر واتخنق وليه وازاي وافضل اولع في نفسي، ده غلط. طب دي مش طبيعه بشريه هو يقدر يوقفها؟ طبعا يقدر يوقفها. ازاي؟ انا اقدر اوقف اي حاجه طبعا، لان المشاعر كلها بايدي. بجد؟ طبعا مشاعر الانسان كلها بايديه. يعني طب افرض انا بحب واحد مش قادر اعيش من غيره، وقارف اني طول الوقت عندي حاله مش قادر ابطله، ابطله ازاي يعني؟ ده كلام رائع. اولا قبل الحب، انا مشاعر الحب بايدي على فكره. على فكره ناس كتير بتفكر ان الحب بيجي كده. لا، الحب المفتاح بتاعه في الاول بايدي. لازم الحب بينشا بقرار عقلي على فكره. ماشي. كويس؟ لو انا قلت لعقلي لقلبي اوكي، هيفتح على البحر مش هعرف ألجمه تاني ولا امسكه تاني. خلاص حصل الحب وخلاص نشأ الحب والدنيا كبرت، بيبقى بعد كده حاجه اسمها كوميونيكيشن بقى، طريقه التعامل. طريقه التفسيرات للافعال هي اللي بتخلي الانسان ينفعل. يعني هدي مثال. المفروض ان احنا بنقول لما نيجي نتعامل مع حد نفرق ما بين الفعل والفاعل. معايا؟ يعني حضرتك مثلا دلوقتي كانسانه فاعل، اللي عمل الفعل. المفروض ان انا اكون بتعامل معاكي بمنتهى الرحمه، بمنتهى الرقي، بمنتهى الاحترام، ومفيش اي حاجه نفسيه تجاهك. حضرتك عملتي معايا موقف وحش، غلط بقى ان انا اصب غضبي من الموقف
عليك. الصح ان انا اغضب من الموقف وانا بتعامل معاكي باحترام برضو وتقدير ورفعة. يا سلام. حلو التعبير الجميل. لا يا سلام والله ازاي يعني. طب خليني اسالك سؤال. ما انا في حد فعل الفعل هسيب هزعل من الفعل واسيب الفعل ازاي؟ هقول لك حاجه حلوه قوي. قولي. هم كل الناس بيتفقوا على كل الافعال الغلط والصح؟ لا طبعا بيختلفوا. اذا ممكن حضرتك تعملي فعل انا شايفه وحش وانت شايفاه حلو. صح كده؟ لا يا دكتور مش هو ده اللي هنتكلم فيه. لا هسأل بس اسال سؤال. احنا موضوعنا التسامح في اخطاء بتبقى. انا هتكلم اهو هتكلم اهو. ممكن حضرتك تعملي فعل انت شايفاه كويس وانا شايفه وحش. هل هتقبلي بقى لو انا شايف الفعل وحش ان اتعامل معاكي وحش؟ لا هوضح الموقف يعني. يبقى اذا المفروض ان انا يعني هنشرح. يبقى المفروض ان انا ما ازعلش منك. ممكن اقول ماي سوري. ممكن اقول الاعتذار بتاعي. يبقى انا المفروض ما ازعلش منك بس ازعل من الفعل. اقول لك بصي حضرتك انا انت بجد انا بحبك قوي وانسانه عزيزه عليا جدا بس انا هتجنن باللي انت عملتيه. ايوه ما احسن لما اقول لك ايه اللي انت عملتيه ده. لا الثانيه احلى. شفتي بقى. والله الثانيه احلى. اصل الاولانيه دي مش خالصه. مين في حاجه كده؟ اسمها بحبك ومش عارف ايه بس الموقف ده ضايقني. مين قال كده؟ ليه مش خالصه؟ معلش انا يظهر ان انا في حلقه هنا مش هبقى مذيعه حياه يعني. مشكلة. ما انا هعمل ايه؟ انا عاوزك تبقي طبيعيه. بتكلم على قد فهمي. على قد فهمي. عاوزك تبقي طبيعيه. خلاص. طيب هديكي مثال رخم شويه. خلاص. هل مثلا لو انا دلوقتي من انصار اللي بيلبسوا الحجاب فانا شايفك غلط ينفع عاملك وحش؟ لا بيحصل. ما لا هل ده صح؟ لا مش صح بس بيحصل. اذا الاختلاف هنا ما ينفعش احكم بيه على الشخص. فهمت اقصد ايه؟ انا ممكن اعمل تصرف انا شايفه كويس ايجابي. حضرتك شايفاه وحش. ما تجيش تزعلي مني. ازعلي من الفعل بس مش مني. تخيل حضرتك المثل اللي انت ضربته حضرتك دلوقتي قلب عكس الايه في المجتمع بتاعنا بما ان طبعا الحجاب منتشر. بذكر المثال انا بتكلم في ذكر المثال. فاحنا بقينا يعني ايه رغم ان طريقه استقبال عدم حجابنا بيحمل معاني كتيرة قاسية جدا جدا. صح. بس وصل الامر ان احنا خلاص نتقبل دي طريقة التفكير. لا ده غلط. بقينا احنا العكس يعني المفروض. يعني هو مبدئيا احنا في حالة ده احنا اللي في حالة تسامح دلوقتي يعني. ده اللي بتكلم فيه بقى. لا بغض النظر حضرتك تسامحتي عن خطأ. هو شرعا انا لا يجوز ليا ان انا لا احترمك عشان مختلفة معايا في الدين ولا مختلفه معايا في المبادئ بتاعتي ولا العبادات. ماليش دعوه. الاحترام هو احترام ان شاء الله حتى لو لا تعترفي باله. انت انسانه محترمه معايا. عشان كده بقول نفرق ما بين الفعل والفاعل. انا ضد السلوك السلبي لكن حضرتك انسانه احترمك واتعامل معاكي برقي بغض النظر عن السلوك ايا كان. فهمتي قصدي؟ يبقى انا لما اسقط السلوك على الشخص ده غلط. بس السائد في المجتمع ان احنا بنخلط الحابل بالنابل بنسقط نفورنا وزعلنا من الفعل على الشخص فما بنعرفش نسامح. فاول بدايه التدريب على اني اسامح اعزل السلوك السلبي عن الشخص اللي بتعامل معاه. يبقى اذا اقول كده من النهارده كل البشر بالنسبه لي سواء هحترمهم كلهم وساقدرهم كلهم. متفقين؟ ولو حد عمل فعل سلبي هتناقش معاه بحب اني زعلان من الفعل. هتلاقي الدنيا كلها بقت بيس يا مان والدنيا بقت هاديه. بس انا بقى لما الاقي كده الدكتور احمد عمارة بيقول لي الطريقه البيس دي ما سيبكش بقى كل شويه اعمل فيك ما بدالي. ما انت المبرر عندك. مين قال كده؟ طبعا. لا انت بتحبني ممكن اسالك سؤال وانا بعملها ام جاك الموقف اللي وراه ومش قصدي. طب ندي مثال. ندي مثال. هو ده افتراض طبعا سلبي للناس وحشين ماشي. لا ما قلتش كده. انا بتكلم فيه ما ده افتراض سلبي. لا ايوه لا ما اصل ايه ما موقف متكرر. ما انا هشرح لك بقى. هدي مثال على حضرتك. لو حضرتك النهارده جيتي اتنرفزتي فروحتي شتماني. فانا قلت لك يعني انا بصراحه يا استاذه هبه يعني انا بقدرك جدا وانت انسانه محترمه قوي بالنسبه لي. ليه كده انت كده اذيتي مشاعري؟ ليه عملتي كده؟ هتشتميني تاني؟ دي ديبينز بقى انت عملت ايه؟ بالعكس لان اتعاملت معاكي بحب. لا لا اتعاملتي معاكي بجد. اصل انا اقول حاجه بقى. لا والله ابدا. طيب لا اصل انا عشان اعمل الموقف ده ما هو انا ما فيش حد هيشتم حد من غير سبب. ما خليتكش قاعد ورحت جايه قايله لك كلمه مضايقاك. عملت موقف. ما دخلتش قاعد لوحدك ورحت قلت لك دكتور احمد عملت كذا. موقف وحش يستدعي الشتيمه. لا 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 على فكره لا مش قصدي كده. لا انا عملت موقف وحش في عرف حضرتك يستدعي الشتيمه. كويس ولقيت شتيمه. اعمل ايه؟
اقول لك ازاي تشتميني خلي عندك دم اعمل كده ولا لا بجد انا والله انا بحترمك جدا 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 بس انا صعقت باللي انت عملتيه ده طب انت ليه تشتميني بقول لك انت صعقت ليه انت مش عارف ان انت خليتني كده الدايره مستمره اقول لك انا عملت الموقف ده ما كانش قصدي والله ناذيكي انا اسف معلش بزعيش مني حقك عليا ايه اللي هيحصل مستحيل تشتمي تاني الا المجتمع بتاعنا ماشي كده بنسبه قد ايه هو اسالك سؤال هو انت بتطلبي مني اتكلم على المجتمع ماشي بيه ولا على نعلم الناس يعملوه عشان المجتمع يكون كويس لا بس بتطلبي مني عايز الاثنين انا عايز ارصدها ارصدها انا على فكره وظيفه عالم النفس مش الرصد وظيفه عالم النفس التحكم في السلوك دراسه السلوك من اجل التحكم فيه فاحنا درسنا السلوك وبنقول بقى ازاي نتحكم فيه علشان الناس تكون سعيده دي وظيفه عالم النفس انا لا اصف سلوك انا اخلي الناس من السلوك السلبي للايجابي فانا بتكلم على ده لو انت عاوز تعرف تتسامح فرق ما بين الفعل والفاعل يعني احنا لما بنتكلم مع بعض في موقف مشابه بنتكلم بالامثال اللي حضرتك ضربتها ولا بناخد المثال التاني انهي تاني اللي هو انت ازاي تعمل كده وانا صدمتني وصعقت حلو. اللي بيحصل في المجتمع بصفه عامه ده التاني كويس صح ده طيب ده بقى بيخلي ايه ده بيخليني من جوايا فاير وجوايا نار وبيخلي اللي قدامي يتضايق مني والموضوع بيقعد يكبر يبقى انا كده لو طلبت من شخص بالمنظر ده انه يسامح كده كاني داخل معاه في حته سد سامح مين سامح مين يا ابو سامح صح كده معايا لكن لو انا قلت له فرق واتدرب من النهارده انك تفرق بين الفعل والفاعل خلاص هيبقى الموضوع سهل انا ازعل من الفعل واتنرفز من الفعل بس اللي قدامي انسان ايوه بس الفعل فعله انسان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا لا خلاص يعني عندي مشكله فهم النهارده ولا عايز لا 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 المفروض ان انا عشان كده بقول لك هديكي مثال تاني انا اقول يعني طيب هاسقط لك مثال على حضرتك وزوج حضرتك اتفضل هل لو حضرتك النهارده الزوج كان منتظر خد بالك انا صريحه وما تفتحش موضوع انا وزوج حضرتي طيب شوفي لو عايز اثنين تانيين غيرنا طيب اثنين تانيين اتفضل زوجه وزوجها الزوج الطلق اتفق على مع مراته ان هي المفروض انا هرجع من البيت من الشغل الساعه 4 فالمفروض تكون جاهزه الاكل خلاص رجع الساعه 4 وربع لقاها مش مجهزه الاكل مثلا حلو كلام حلو طيب جدا يتنرفز عليها ويتضايق منها ويصب غضبه من عدم عمل الاكل عليها ده صح ولا على الاكل ولا يا حبيبتي انا مش قلت لك انك تعملي اكل طب انت كده فورتي ليه انا كنت مستني تعملي اكل ليه ما عملتيش الاكل انا بتكلم معاها باسلوب وزعلان من الفعل ايوه ما احسن هي دي النقطه بقى ان هي مراتي حبيبتي وانا زعلان من الفعل هو ابني حبيبي وانا زعلان من الفعل هو صديقي حبيبي وانا زعلان من الفعل هو جاري في المجتمع واخويا في الوطن وانا زعلان من الفعل لو احنا اتعلمنا بس المبدا ده الحياه هتبقى جنه ادي اول حاجه وهعرف اسامح بسهوله مش هقول مثلا التفكير الوحش بقى ان انا اقول ما هو مش باقي عليا ما هو مش مهتم بساعاتي ما هو مش حريص على حلو اسمه سوزان قولي ليه قولي ليه لان كل انسان على وجه الارض له نيه ايجابيه فيما يفعل والله ايوه طيب لو انا يعني هي لما ما عملتلوش الاكل الساعه 4 ما انا هقول لك بقى حلو قوي يعني ايه نيه ايجابيه فيما يفعل نية إيجابية من وجهة نظره لا نية إيجابية من وجهة نظره معايا يعني زوجة مثلا عارفة أن جوزها هيرجع الساعة 4 وما عملتش الأكل خلاص لو سألناها ممكن تقول العيال كانت تعبانة كنت قاعدة معاهم لا ده اكسكيوز ده ركزي بس معايا أنا بدي أمثلة أهو أنا بدي تصورات حلو كلام يبقى هو الأول يستفهم ما عملتش الأكل ليه طب نفترض ان هي كانت متعمده ما تعملش الاكل كويس يبقى ايه النيه الايجابيه اللي جواها ان انا عايزاه هي من جوه بقى بتفكر كده ممكن يكون حد مفهمها اوعي تسمعي كلام جوزك لو كل ما يقول لك اعملي الاكل تعمليه بعد كده هيسوق فيها وممكن يكون ما بسمعش كلامه زي هو ما بيسمعش كلامي ده بتكلم فيه فهي عاوزه تثبت انها ليها راي دي نيه ايجابيه فعملت سلوك سلبي او هو ما بيسمعش كلامها فهي من جواها انا عاوزاه يسمع كلامي فعاوزه اوصل له مسج أيوة ان انا أيوة لما ما تسمعش كلامك بتتضايق
إذن في المحصلة في الآخر في نية إيجابية معايا؟ عشان كده بقول لو إحنا فهمنا إن كل إنسان بيتعامل معانا له نية إيجابية فيما يفعل، ممكن يكون نية إيجابية بس بيسلك سلوك سلبي. على فكرة حتى البلطجي، يعني لو في بلطجي دخل علينا دلوقتي حالا له نية إيجابية فيما يفعل، إنه عاوز فلوس، دي نية إيجابية خلاص، عاوز فلوس بس بيسلك سلوك سلبي للحصول على النية الإيجابية. فأنا لما أدرك النية الإيجابية دي هعرف أهدي الدنيا بيني وبينه. لما أديها له أب بيعامل ابنه بطريقة مثلا قاسية شوية، أو صديق بيتعامل مع صديقه بطريقة بانفعال شديد أو كلام ده كله، لازم يكون في نية إيجابية. لو أنا فهمتها ولقطها الحياة تبقى سهلة جدا منها. فأنا لما أكون مدرك بقى إن كل إنسان على وجه الأرض له من وجهة نظره نية إيجابية فيما يفعل، أنا هتعامل معاك كإنسان محترم وهناقشه في الفعل والنية. أنت ليه عملت كده؟ طب ما أنت ممكن تحقق النية دي بفعل تاني وبسلوك تاني. الدنيا هتبقى هادية شوية. بقت الصورة واضحة كده؟ يبقى أنا لن أستطيع أن أسامح الناس إلا لما أبدأ من البداية أنا كشخص أتعلم التفريق بين الفعل والفعل. دي جزئية. الجزئية الثانية، هسأل نفسي سؤال، هو أنا لو اتضايقت من فلان أو زعلت من فلان أو اتخنقت من فلان هو أنا استفدت إيه؟ يعني النهاردة حضرتك عملتي معايا موقف وحش، حد عمل معايا موقف وحش، وأنا فضلت قاعد متضايق ومخنوق وقاعد زعلان طول النهار في البيت وعمال أفكر كتير، أنا استفدت إيه كده؟ أنت عارفة لو وصلنا الجسم بأجهزة تقيس كل اللي بيحصل في الدم والضغط والقلب والكلام ده كله، هتلاقي الدنيا كلها في الجسم متلخبطة. اللي هو في لحظة انفعال. أيوة. ما هو خلي بالك بقى، وأنا قاعد في البيت عمال أفكر في الموقف وعمال أكتم جوايا، أنا عمال مشغل بركان وكابته. فالبركان اللي جوه ده بركان طاقة سلبية. في حتة خطيرة بقى العلم اكتشفها، إن الطاقة السلبية اللي عمالة تتفجر بتفكيري دي، مش احنا قلنا في حلقة قبل كده الطاقة بتجذب مثيلتها؟ الطاقة السلبية دي هتشد لي حاجات سلبية في حياتي، مشاكل كتير ولخبطة كتير وناس كتير يتعاملوا معايا بنفس الطريقة. يبقى أنا بسبب عدم تسامحي جذبت لحياتي مشاكل كتير. عشان كده الديانات السماوية كلها بتحث الناس على العفو والمسامحة. سيدنا عيسى قال إيه؟ لو ضربك حد على خدك الأيمن أدر له خدك طبعا. الأيسر. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. عشان يعلم الناس مبدأ المحبة، ده المبدأ اللي قايم عليه الديانة المسيحية، إن أنا كل ما أكون أنا متسامح حياتي هيكون جنة. والديانة الإسلامية وأن تعفو أقرب للتقوى، وعفو واصفحوا، وعفو واصفحوا. إذن شوفي بقى التقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى لو أنا عاوز أطلع من مخرج من اللي أنا فيه وعاوز ربنا يرزقني من حيث لا أحتسب، أسامح، ده هيفيدني أنا. بذكر الأديان ولكم في القصاص حياة يقولي القلب. حلو ده كلام جميل. إمتى أروح بقى للنقطة دي؟ ما هي نقطة مهمة قوي. خلي بالك إن الدين بيتعامل معنا كدرجات. يعني أنت بيقولك هو ليك حق تاخد بالقصاص. كويس؟ بس أنت كده خدت حقك، مش أنا اللي خدته لك يعني. أيوة. أيهما أحسن، تاخد أنت حقك وتروح تاخد قصاص؟ بس مش رأى حاله. وخلي بالك والقصاص لازم يكون من نفس ولي الأمر أو قاضي، ومن قدر مش أنا اللي أعمله، من حد ولي أمر. ما يبقاش سايبة كده معايا. وليه درجة أعلى، عاوز ربنا بقى يخرجك من كل اللي انت فيه ويعيشك في نعيم، سامح. فهو ده التو اوبشنز معايا. فده اختيار، ده اختيار، وربنا بقى رح مادح الاختيار التاني، ان انا لو سامحت وتسامحت ربنا هيخلي حياتي جنة وهيرزقني من حيث لا احتسب. ليه بقى؟ لان التسامح بينشر في المجتمع الطاقة الايجابية والعدل والتسامح. لو انا سامحتك هتسامحيني معايا. لكن لو انا يعني شوفي حتى القصه بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاره اليهودي، لما راح سال عليه ما اختفى. ايوه. قمه التسامح. قمه الدفع. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني ايه يعني؟ يعني ايوه قدوه وكل حاجه، بس هو نبي هو رسول يعني؟ لا يعني ايه سيدنا محمد؟ تقول لي حاجه بقرتاش بقى. لا لا ما تقولش حاجه بقرتاش. دي كلمه، ده سيدنا محمد يعني مش عارف اعمل زيه. ايوه لا ما اعرفش. لا كده لا، وانا ضامنه، انا ضامنه الجنه زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كبشر.
ايه علاقه ده بالجنه؟ هو مبدئيا كل انا بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابين. خلاص انا دلوقتي التوابون ولا التوابين دخلنا في النحو كمان. مبدئيا مسألة دخول الجنة اللي بيقول لا إله إلا الله دخل الجنة أصلا يعني. الله يطمن قلبك يا دكتور. تعالى عندنا كل حلقة وده حديث صحيح. وحديث تاني إن سيدنا محمد في النار ربنا هيقول أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. كويس؟ فإذا موضوع دخول الجنة ده موضوع تاني خالص. خرجنا بره الموضوع. ممكن نتكلم في الموضوع في بعدين. عشان بس ده أشري الشخصية سيدنا محمد. يبقى أنا دخول الجنه حاجه والافعال حاجه تانية ممكن اتعذب عشان افعالي وهدخل الجنه برضو. طب فاكر الكلمه اللي كنا بنقولها قبل ما نطلع على الساده المشاهدين لما قلت لك مشهد بذكر التسامح، المشهد الشهير في سهر الليالي لما بيرجع لزوجته وهو مع اصحابه بيقول لا لازم تغفر ده ربنا بيغفر. كويس. فانا قلت لك الجمله دي بتضايقني انا شخصيا. حلو. يعني بتضايقني ليه؟ بتضايقك لان اللي طلب التسامح اللي عمل المصيبه. يا سلام. طب وبعدين يعني ما ينفعش اجي اذيكي واقول لك سامحي بقى ربنا. بس لازم التسامح يكون نابع من جواكي. يعني هي لو كانت هي اللي خانته ايوه هتروح تقول له اغفر ربنا بيغفر انا خنتك. غلط بقى. ما هو المنطق بتاعه منطق غريب يعني. ممكن تسمعيني لو سمحتي؟ قوي اتفضل. طيب اللي عمل المشكله او اللي قدم الاذى مش من الصح ان هو اللي يطلب العفو بالاسلوب اللي ظهر في الفيلم. هو بيطلب العفو باسلوب فرض. يا عم سامح بقى ده ربنا بيسامح. كانه طلعه غلطان. لكن انا ممكن اقول لك انا والله العظيم اسف حقك عليا. أيوة. عشان خاطري سامحيني. صح. الموقف هيختلف دلوقتي. فانا ما ينفعش ابقى عامل غلطه واقول لك سامحي بقى ده ربنا بيسامح. ده اسلوب هيخلي لو حضرتك كنت ناويه تسامحي مش هتسامحي. معايا؟ ده اسلوب مش ده اللي اقصده بقى. انا بتكلم على التسامح اللي نابع من الشخص نفسه. ان انا اكون متسامح. هنرجع بقى للموضوع بتاع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هو ربنا سبحانه وتعالى ليه خلى الرسول بشر ما خلاهوش ملك؟ ليه؟ عشان ايوه نقلده. عشان ايوه عشان نقلده. ايوه. فانا ما ينفعش اقول ده سيدنا محمد. لا هو بشر زيه زينا. حتى في القران انما انا بشر مثلكم يوحى الي. فلما اوحي اليه سمع الكلام. فلو احنا بقى الوحي اللي جاله وسمعنا احنا الكلام هنعرف نعمل زيه. مش كان في قصة ذكرت هو طفل وكان على سفر ان نزلت الملائكة كويس خلعت ما في قلبه من بغض حاجة زي كده؟ كويس. ولا انا غلطانة في الحدوتة دي؟ لا هي قصة وقصة معروفة. ايوة. بس القصة دي حاجة تانية خالص. دي قصة بخلع وسواسة الشيطان واللي بيعمله الشيطان في القلب. لا برضو يعني. ماشي. وسواد القلب صح؟ لا سواد القلب دي آية تانية. ونزعنا ما في صدورهم من غل. دي حاجة هتحصل لنا كلنا. لا لسيدنا محمد عليه السلام هو طفل. لا لا اللي حصل حاجة ليها علاقة بالشيطان ووسواسة الشيطان مش في التعاملات مع الناس. طب واحنا مش لما بنزعل وبنغضب بنقول ايه؟ اما بنغضب لما بنغضب بنقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة. طيب. كويس. اذا ماشي بدل بتكلم فيه لان المفروض ان هو عشان بس ندرك الحته دي الرسول عليه الصلاه والسلام ما ينفعش يدخل له وسوسه من الشيطان لانه بيجي له وحي فلكي لا لان الوحي كان على فكره الوحي بينزل على الانبياء احيانا في شكل الهام فقد يجي وسوسه الشيطان يتخيل انه وحي فعشان كده انتزع الحته دي من عنده معايا لكن في التعاملات والمعاملات لو احنا طبقنا على فكره كل اللي بيجرب الحاجات دي كلها هيعملها بسهوله اللي ما جربهاش بيلاقيها صعبه يعني اللي عمره في حياته ما سامح هيحس ان احمد عمار بيتكلم في كلام بالاحلام لكن لو بدات تطبق والله العظيم هتلاقيها اسهل ما يمكن ليه بقى لانك هتحس براحه داخليه ومتعه ممكن تكون عمرك في حياتك ما حسيتها طب ناكد على الكلام ده بعد الفاصل الاعلاني عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين دكتور أحمد عمارة قبل الفصل الإعلاني كنت بتقول لي أنا عارف إن الناس هيقولوا إيه اللي بيقول عليه ده أحمد عمارة مع إن في أول الحلقة سألتك وقلت لي أنا مش مسؤوليتي أرصد كويس يعني أنت مش راصد بس على أي أساس مقرر وحاسس إن الناس هيقولوا إيه اللي بيقوله أحمد عمارة ده عدم الرصد شيء وعدم الاعتراف باللي بيحصل شيء تاني أيوة ما معنى كده إن هي مشكلة
لا حلو، ما ده اللي بتكلم فيه بقى، منتشرة كده. ما هي وانا قلت لك في الاول اصلا هي منتشره، وهدف الحلقه الناس بقى تعرف تتعامل صح ازاي علشان نعرف نتسامح. ما هي منتشره، هي مش منتشره، بالعكس منتشره جدا. وخلي بالك كمان في حته خطيره، ان معظم الاغاني اللي بتتكلم عن المشاكل معظمها كلها حس على اشوف فيك يوم، مش هسامحك، ده انا هوريك، هعمل لك كذا، هعمل لك كذا، كلها بتغذي عدم التسامح. فالناس اتبرمجت على كده بلا وعي. يعني عشان كده بقولك انا عارف ان هيقولوا ايه الكلام اللي بيقوله ده، كلام فاضي او كلام مش فاضي، كلام صعب قوي تنفيذه. ضربت مثلا بالاغاني والاغاني العاطفيه تحديدا، هو اشد نوع التسامح بين المحبين ولا حاجه تودي؟ لا مش اشد نوع التسامح بين المحبين، يعني لا اللي هو الانتقام، يعني اللي هو في مشكله تسامح اقصد. ما هي هي العامل اللي بيغذيها اكتر عند الاغاني اللي هي بتتكلم بقى حصل مشكله بين اتنين، حصل ايوه يعني بين العلاقه اللي هي بين المراه والرجل تحديدا، هي اللي فكره التسامح تتراجع عندهم اكتر. هي على حسب المعاملات، كل ما تكون قويه طبعا، لو الرجل والمراه معاملات اقوى فالمفروض يكون دي اللي ما بتتنسيش بقى. بالعكس بالعكس، ده كل ما كان التسامح بين الاثنين اقوى كل ما الحب بينهم ازداد اكتر والحياه بقت كويسه. طب احنا بنقول ما هنا المشكله ان هو لما بيكون مفيش، يعني حصلت مشكله بين اثنين رجل ومراه، ومشكلة بين رجل وزميله في الشغل أو سيدة زميله، احتمال التسامح هنا أوفر بتالي وأعلى عن التسامح بين الرجل والمرأة لو حصل بينهم خطأ. ليه؟ أقولك ليه؟ هي كلمة صعبة شوية، بس الشيطان قال لنا القريبين اوعى تسامحهم، والغرب سامحهم، وربنا قال لنا الأقربون أولى بالمعروف. فإحنا عكسنا معايا؟ ربنا قال لنا الأقربون أولى بالمعروف، المفروض القريب تسامحه أسرع، والبعيد ممكن ما تسامحوش. القريب هو الأقرب، إحنا عكسناها. تلاقي مثلا لو أنا بعمل خير ممكن ما أديش فلوس لمراتي وولادي وأدي الغريب أكتر، إحنا عكسنا الآيات. والإخوة الأعداء. أيوه هي دي المشكلة بقى. فاكر الإخوة الأعداء؟ إذا إحنا تعودنا، يا بصي هتلاقي كل سلوك سلبي في المجتمع بيغذيه الشيطان. إنه بيعكس اللي ربنا، ربنا قال لنا منهج يخلينا سعداء وإحنا بنعمل عكسه. معايا؟ فالنقطة المهمة ايه بقى؟ لما انا الانسان يكون متعود من صغر ان انا ما سامحش، اولا هيبقى عنده ازمات نفسية كتير، بيتخنق كتير، بيشيل كتير، وبعد فترة بقى خدي عندك هيجيله القلب والسكر والضغط والقولون والدنيا هتبوظ معاه. على فكرة ايه يا دكتور احمد، ده تعمل بتقول امراض شائعة. طيب كل ده بسبب فهمت قصدك. كل ده بسبب، انا بستدرجك بس. ايوه ما على فكره انا عاجبني قوي، احنا في حد الجدال. لا انا عاجبني انك واخده دور الشخص اللي هو كانك يعني يعني متقمصه شخص. اشكرك جدا. أيوة. على كانك دي مرسي. متقمصه شخص واحد. أيوة. رافض الموضوع، فده عامل لا والله ما رافضه بس. لا بس كويس. لا ده تقمص كويس ان عشان يبقى الحلقه فيها اخد وعطاء. لا ما نبقاش بنقدم اي حاجه للساده المشاهدين كده، عايزين نطلع لهم بحاجه. ده كلام صح. ايوه لان عليا مسؤوليه. ايوه لا في ناس كتير قاعدين برده بيتبنوا وجهه النظر دي، فلازم نكون حاطينهم في الحسبان يعني. طيب فلازم الاول اكون عارف ان انا لو ما يعني عشان انهي كل الامراض النفسيه الشائعه الكتير، لو انا بتسامح اصلا لا هيرتفع ضغطي ولا هبقى اكتم جوايا ولا هيجي لي ضغط الدم ولا السكر ولا القلب ولا كل الكلام ده كله بيجي بسبب الكتم، ان انا ما سامحتش وكابت جوايا. معايا؟ فلو سمحت ربنا هيخلي الموضوع يعني. وعلى فكره بقى ممكن شخص، يعني وديت مثالين، شخص بيسامح وشخص بيسامح. الاولاني لو تسامح وهو من جواه قال ربنا قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، والله العظيم هيلاقي بعد فتره اللي قدامه بقى ولي حميم. ركزي معايا في العكس بقى اللي الشيطان قاله لنا. ولو حد بيتسامح ومن جواه ايوه اقعد تسامح كده لغايه ما يركبك ويسوق فيها كده عكس اللي ربنا قاله، انت مؤمن بدي، هتلاقي بيحصل لك كده برضه. دي حته خطيره، لان معظم الناس اصبحت مؤمنه بكلام الشيطان اكتر من كلام ربنا. الشيطان قال لنا ايه؟ اوعى تسامح، لو سامحت هيركبك، ولو سامحت هيسوق فيها. احنا اصبحنا اكثر ايمانا بدي من ايماننا بكلام ربنا. ادفع بالتي هي احسن، لازم هتلاقي العدو ولي حميم، فاذا الذي بينك وبينه عداوه ولي حميم. خلي بالك بقى ده اختلاف قناعات، عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ والله ما هيتغير اللي حواليك الا لما تغير ما في نفسك. ماشي. فاللي حواليك الناس، مش انت دلوقتي حالا بتدفع بالتي هي احسن واللي قدامك بيتعامل معاك وحش، غير ما في نفسك. اعرف ان ربنا قال لك كده، لما تتعامل كويس هتلاقيه بيتعامل معاك كويس، هتفاجئ انك بعد فتره بقى بيتعامل معاك كويس. لان لازم يكون التسامح من قلب صافي،
مش متسامح وانا حاسس بالضعف، مش متسامح وانا حاسس بان انا مفيش قدامي غير كده، مش متسامح وانا مضطر، لا ده انا عارف ان انا ممكن اقوم واعمل مشكلة، بس لا انا عايز اتسامح، انا بتسامح بمزاجي، فحاسس براحة. لان اللي بيتسامح، خلي بالك بقى، اللي بيتسامح بضعف بيصبح التسامح بالنسبة له مشكلة، وبيقعد يؤنب نفسه انه سامح، دي حتة خطيرة. وكده بقى ما سامحش لو بيأنب نفسه. ايوه، يبقى المفروض ان انا اقول انا ممكن اعمل وممكن اعمل وممكن اعمل، بس انا بمزاجي هتسامح عشان ارتاح. طيب هديكي بقى تجربة عملية. اي حد لو في حد زعله في حياته وشايل منه يجربها، وهيدعيلي من قلبه، بس خلي بالك بقى هيقعد في الاول بيجد صعوبة، اول ما تحصل هيحس بانفجار من الراحة جواه. خلاص يقعد مع نفسه يغمض عينيه ويتخيل الشخص اللي مزعله قدامه ويكلمه، ماشي، بس ما حدش يشوفه يقوله اتجنن. خلاص قول احمد عمار اللي قال لي احنا ما جننا، هيقوله خلاص اقفل عفسك الاوضه عشان ما حدش يشوفك، كويس، وغمض عينك وتخيل الشخص قدامك وكلمه بصوت عالي، قول على فكره انت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا واذيتني ودمرتني نفسيا، بس والله العظيم عشان خاطر ربنا انا مسامحك، والله العظيم من كل قلبي مسامحك. في البدايه هيلاقي نفور وانه بيقولها غصب عنه، ولا مش قادر، افضل مستمر لغايه ما تطلع الكلمه من قلبك قوي. معايا في الغالب بتطلع بعد المره 12 13 لو كان الموضوع كبير جدا، يغمض وحس المشاعر قوي، والله العظيم من اعمق اعماق قلبي انا مسامحك، مسامحك للابد. روح يا شيخ، ربنا يا رب يرزقك بما تستحق. ينتقم منك؟ لا مش ينتقم منك كده. انا مسامحه بقى عشان عايزين ربنا. لا بالعكس. لا اوكي. التسامح ان انا صفيت قلبي من جوه. طيب. خلاص؟ خلينا ننتقل. خلي بالك بقى. طيب. اول ما تتقال صح هيحس براحة غير طبيعية جواه. وجربوا وقولوا لي النتيجة عاملة ازاي. بس هو ربنا ينتقم منك دي ما بتريحش؟ لا بالعكس، ربنا ينتقم منك دي كلها غل وكلها لا ما انا سبتها له بقى. وكلها طاقة سلبية. سبتها له سلبية ليه؟ التسامح. ما انا سبته بقى ربنا فانا نسيته وربنا بقى يديله. التسامح ان ربنا يهديك تبقى كويس. طيب. بالذكر. مش عايزك تبقى وحش. طيب. هسألك سؤال معلش. انت ليه بتكلمني كده يا دكتور؟ هقول لك حاجة. خلي بالك ان لو انا قلت لانسان ربنا ينتقم منك. الملائكة هترد ولك مثله. دي حتة خطيرة. اي حسبنا الله ونعم الوكيل، بتدي نفس ال لا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه معناها انا وكلت ربنا يتصرف في الموضوع. لو انت وحش هيجي لك وحش، ولو انت إن بطش ربك هيجي لك كويس. لا شديد. لا شديد. طيب معايا؟ سبته بقى مع الناس اللي مش كويسة. الوحش. فانا سايبه لله. اذا انا صفيت نفسي من غير ما ابقى بتعامل معاه وحش، لان خلي بالك بقى لو انا دعيت على انسان بشيء سلبي انا بشحن نفسي طاقه سلبيه ولك مثله على طول. عشان كده الدعاء، كل الدعاء، ودي حته خطيره، كل الدعاء الملائكه بترد عليه ولك مثله، وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. اي حاجه هطلعها هيطلع هيرجع لي زيها بالظبط. ده من عدل ربنا. عشان كده خلي بالك في قصتين في القران وعلى انبياء، سيدنا نوح وسيدنا محمد. سيدنا نوح عليه السلام قومه كذبوه، دعا عليهم، فدعا عليهم. شوف اللي حصل له ايه، لازم يحصل له من نفس الدرجة ابنه كمان. معايا؟ قال ربي أنا لا تذر على الارض. مش عايز اخش في القرآن لان لا انه ليس ابنك انه عمل غير صالح، يعني لا هو ابنه بس هو بس ربنا يعني قال ان ربنا هينجي اهله اللي هم الصالحين. معايا؟ فربنا بيغصب بالاهل اللي هم اهل الصلاح، ربنا امره مش بالاولاد. انا بحتار فيها لان هو أيوة. لما يا رب ابني قال له قال ربي ان ابني من اهلي قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، يعني بيامره ان هو ما يزعلش عليه. ايوه، لان هو ربنا هنا بيعرف الاهل من الناس الصالحين مش من الذريه. ما قالوش ربنا هينجي لك ذريتك، لا هيلاقي لاهلك اللي هم ماشيين معاك بنفس الطريق. معايا؟ فالنقطه المهمه ايه بقى؟ سيدنا نوح دعا على قومه. خلاص لما تكرر الموقف، خلي بالك ان قصص الانبياء في القران المفروض نتعلم منها. معايا؟ سيدنا محمد لما حصل له الموقف ما عملش زي ما سيدنا نوح عمل، لا عمل ما هو اسمى. قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. الله، قمه التسامح، انهم لا يعلمون. شوفي الراحه، شوفي الراحه النفسيه. هم مش عارفين، هم لو عارفين يعني هم بيؤذوني مش هيعملوا كده. ايوه بيؤذوني وبيطردوني وبيعذبوا اصحابي
ورغم ذلك سيدنا محمد التفت إلى النقطة الإيجابية اللي عندهم، هم مش عارفين. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. التسامح ده خلى يسود العالم ويبقى رحمة للعالمين. طب بما أننا بنتكلم وكأننا بنتكلم عن الشخصية التي لا تتسامح إطلاقا، طبعا لا ما فيش حد كده، بدليل أن ممكن أسامح إنسان وما سامحش آخر. تمام. يعني ده بيبقى تفسيره إيه؟ تفسيري أن أنا حاطط معايير، حاجات ينفع تتسامح وحاجات لا. يعني في زوجات مثلا انا ممكن اسامح كل حاجه الا ان جوزي يخوني مثلا. ممكن حد تاني يقول لك لا انا ممكن اسامح كل حاجه الا ان حد، ما هي خلي بالك ما هي معايير، ما عشان كده بقول معايير. يعني استثني الامومه، الام طبعا طبيعي هتسامح. المعايير معناها اقصدها ايه؟ اقصد معايير في مواقف او معايير مع شخصيات بتعامل معاها. ممكن اكون انا حاطط من ضمن معاييري ان انا اسامح بابايا، اسامح مامتي، اسامح اخويا، اسامح زوجي، اسامح زوجتي، بس اي حد غريب لا يمكن اسيبه يغلط. وفي ناس العكس، اسامح الغريب ولا يمكن اسامح القريب. في ناس كده يقول لك حصلت من غريب افوت، لكن حصلت من اخويا مستحيل افوتها له، ازاي؟ وبيتحجج ده اخويا، مع انه المفروض يكون اولى بالمسامحه. معايا؟ ففي ناس بتحط معايير للمسامحه ان هو اشخاص، او معايير بالمسامحه تصنيفات افعال. في الحالتين كله غلط. المفروض اللي عايز يسامح عشان يعيش سعيد يتسامح مع كل المواقف. وخلي بالك بقى في حتة خطيرة، مش معنى ان انا متسامح يعني اتنازل عن حقي. لا، انا اكون متسامح بس اخد حقي. يعني مثلا قدامي شخص عمل فيلم عليا مثلا واخد درجة من درجاتي، او اخد ارض من مش ارض بتاعتي واخدها، كويس؟ انا هتعامل معاه بتسامح، بس مع ذلك هقوله على فكرة انا مش زعلان منك، ولا اللي انت عملته هيخليني اتعامل معاك بطريقة وحشة، بس دي حقي، فنقعد بما يرضي اللي انا اخدها. يا هضطر، انت كده بتضغط عليا ان انا اروح ألجأ للقضاء وألجأ لحاجة تانية تاخدها، وهاخدها ده حقي. ايه الحاجة التانية؟ قضاء. غير القضاء؟ حلو قوي. غير لو معلش هيقول احمد عمار بيبوظ الدنيا. بيبوظها. انا بص بقى، بصي هقول لك حاجه، كلام حلو قوي والله، وكلنا نفسنا بنحلم بيه، ويا ريت كنت، بس عايزين نكون واقعيين بس يعني. كويس. ماشي، ما لازم اكون واقعي. هو الواقعي، الواقعي لما حد يؤذيني، انا انا هيوصل ياخد ارضي. اسمعيني. ايوه، هعمل فيه ايه؟ طب قولي بقى. مش هعمل فيه ياخد ارضي، هعمل ايه؟ ها، لا ما اقصدش، لا ما دكتور ما تصرعش. طب قولي بقى. لا قولي لي هعمل ايه. تركيبه استطاعت ان تاخذ ارض ما ليس لها بحق. حلو قوي. اعمل فيها ايه؟ أيوة، هي فيها إيه؟ تركيبه اعمل فيها ايه؟ طب تعملي فيها ايه؟ تروحي تموتي؟ والله يا عم يعني تخطفي؟ لا هو ما قتلنيش عشان اقتله. حلو قوي. انما اروح اخد ارضي. اخد ارضي بس. اخد ارضي بالذات، ماليش دعوه بالشخص. افرض حضرتك القضاء ما ادهريش، اعمل ايه ساعتها؟ اتسامح؟ لا. طيب لو حقي يبقى اذا في حاجه غلط حصلت. خلي بالك بقى. ايوه، في حته خطيره. انا الحته دي شائكه وممكن تاخد لها حلقه كامله. ركزي معايا، ربنا بيقول في القران كان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. حلو الكلام. لو انا دي ارضي وهو قدر بألاعيب قانونيه ياخدها مني، يبقى انا لم يكن جوايا ايمان ويقين ان ربنا هيديها لي فضاعت مني. يبقى انا كنت خايف منه اكتر من ربنا. خلي بالك، لو انا مؤمن بالله والله ما في حد على وجه الارض هيعرف ياخد حقي. ماشي، اسامحه بقى. اسامحه تحت الترجمه دي بقى اتسامح. هو بصي، في خلاص حضرتك جبت لي الموقف من اخره بقى. في اسامحه ده اقفل على نفسي الاوضه واغمض عيني واقول له اسامحك. ايوه، ما انا هقول لك بقى حاجه مهمه قوي. ركزي معايا في الحته دي. ان لم استطع ان اخذ ارضي، فالحل النفسي ان انا اسامح، ولا اولع في نفسي. ده الادعى ان انا اسامحه، لاني والله لو ما سامحتوش لبعد 6 شهور هيجي لي القولون، وبعديها الضغط، وبعديها السكر، وبعديها القلب. عشان تبقى عارفه يعني. اسامحه برضه. ما هو انا خلي بالك بقى. في نقطه مهمه، ما سامحش وانا ضعيف. انا دلوقتي حاله ممكن اروح اموته. مش انا القضاء ما حكمليش، انا ممكن اموته. صح؟ لا انا ما رحتش للقتل. انا مش لا، ده انا بدي مثال. انا بدي مثال للناس بقى دمها فاير وبتغلي. فانا عشان اخليه يخرج من حته ان انا ضعيف فمضطر اسامح، لا انت مش ضعيف، انت ممكن تروح تموته، بس انت عشان خايف من ربنا مش هتعمل كده. لا ده في حاجات تانية كتير. ما انا هدي مثال بقى. الافلام ياما قالت لنا بقى. الافلام بقى، ما انا عارف في حاجات كتير.
مش الاكل يبقى بس إذا انت رايح، مش انت بتكلم عن شبه حضرتك رايح لاقوى حاجه ينفع اتبلع عليه، ينفع اعمل لا لا مش ينفع اعمل كده، ما تخليش اصلح الناس يعملوا مصيبه من هذه المسابقه مش هقول هقعد مع نفسي بهدوء. خلي بالك بقى ده في حاله ان انا لم استطع ان انا اخد حقي وهو لعب لعبه ما في القضاء، يبقى لازم اولا اراجع نفسي، يبقى انا جوايا كان فيه خلل في الايمان، مش بايمان بربنا بقى، في الايمان بالنصر ان ربنا هينصرني، فراجع نفسي لو ايماني عالي والله هاخدها تاني حتى لو الف قضاء حكم بكده معايا. ثانيا ممكن ادخل حد من قرايبنا يخليه هو يسمع كلام، متفقين؟ اعمل زي ما بنعمل كده قعده عرب، متفقين؟ الحاجه الثانيه بقى نفترض، لان في ناس ما بيوصلوش الدرجه دي عشان ياخدوا حقهم، قدامي حاجتين، اما اني لا اسامح فهفضل قاعد في عذاب نفسي ودمار نفسي فتره طويله هيقلب بقى مرض سيكوسوماتيك وامراض نفس جسميه، او ان انا ابدا افكر انا ممكن اعمله كذا وممكن اعمله كذا وممكن اعمل كذا واسيب الشيطان يلعب بدماغي وهو قايل لا انا بقى هسامح عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. والله اللي هيوصل للدرجه دي وربنا قالها ربنا هيطلع له مخرج وهيرزقه من حيث لا يحتسب. طب لو ست خانت جوزها وهيجيله اكتر من ارض، اذا كانت الارض دي ثمنها مليون جنيه مثلا هيجيله 20 مليون غيرهم. والخيانه؟ الخيانه موضوع تاني. الخيانه موضوع كبير، بس الست بتسامح جوزها على الخيانه والراجل ما بيسامحهاش. بصي هقول لك حاجه، الموضوع في الخيانه بين الراجل والست موضوع مختلف تماما. ليه؟ لان كلمه خيانه معناها ان انا عملت، يعني هدي مثال بسيط، الراجل لما بيعمل حاجه غلط مع زوجه تانية هو كده ممكن يكون بيحب مراته بس هو انسان، انا اسف الكلمه، قذر. معلش بس بتسامحه. ما انا هدي مثال بقى، هو مش بيحب، هو بيحب مراته ممكن يكون بيحبها جدا بس ضعف. ايوه، لان الشهوه عند الراجل شهوه بنسميها شهوه فسيولوجيه معايا، مش شهوه حب. الانثى لا يمكن تعمل كده لو بتحبه، لو مش بتحبه ممكن تعمل كده، فهو ما ينفعش يقعد مع واحده ما بتحبوش. يعني الانثى لما تعمل علاقه مع شخص تاني، يعني دي حقيقه مؤكده؟ طبعا مستحيل. الراجل ممكن يكون بحب زوجته ويخون، لكن هي لو خانت مستحيل تكون بتحبه. فده اللي بيخليهم يعيشوا، فعشان كده ما بيعرفوش يعيشوا مع بعض. الانثى اصلا لو بتحب جوزها لا يمكن تتخيل نفسها مع حد غيره اصلا. الراجل لا، الراجل لانه دي الموضوع دي مثبتة علمية، الغريزه الجنسيه عند الراجل غريزه بيولوجيه، عند الست غريزه عاطفيه. دي معروفه. سبحان الله، دي حته معروفه. الراجل ممكن يرمرم بره بس يحب مراته، عشان كده بيجي يضعف ويتاسف، هي بتبقى متاكده من فهي بتعرف ده فبتسامح. لكن زوجه عملت كده مع حد تاني تبقى بتحب التاني مش بتحب جوزها، فما يعرفش يسامح. وصلت كده؟ وصلت. وبعدين في نقطه مهمه جدا بقى، ان هو ممكن يسامحها ويطلعها بس مش عارف يعيش معاها. يعني ممكن اسامحها، انا ممكن اقول لها خلاص انا سامحتك بس انا خدت اكتشفت انك ما بتحبنيش، مش هينفع اعيش معاكي. وصلت كده؟ طيب، هي عند الملوك، انا في مشهد برضو قلته لحضرتك، كان فيلم كليوباترا، فكانت اليزابيث تايلور قاعده ومفروض دخلها لها الوصيفه بالاكل، فوصيفه اخرى قالت لها انت ما تزوقتيش الاكل عشان تتاكد انه مسموم، فخلاص فركعت وقالت لها سامحيني، فقالت لها سامحتك، فقبل ما قالت لها كلي بقى الاكل. يعني لا، دي مسامحه كوميديه. لا مش كوميديه، منطق بقى. لما اكون انا في 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 موقع اداري وفي ايدي مصائر، يعني بعد الله طبعا سبحانه وتعالى، فكره التسامح في اخطاء ما مستحيله. يعني انا اسف اقول لك حاجه عشان بس الفيلم يعني ما شفتوش، هو كان الاكل فيه سم يا عارف؟ يعني بويزنت. يعني هي عايزه عايزه تاكل، كانت عايزه سمها، فالوصيفه انتبهت الثانيه فقالت انت ما دقتيش الاكل. ايوه فهمت. ف هي كده ما سمحتش. طبعا انا فاهمه. هل من بيدهم، انا بتكلم في نوعيه من البشر، من بيدهم مقاليد الامور بعد الله سبحانه وتعالى، يجب الا يتهاونوا، بيبقى طبعًا فكره التسامح عندهم بعيده شويه. ما هو هنا على فكره انا عايز افرق، ده بدقيقتين المقصود بالتسامح اللي انا اقصده، بس ايه ضماناتي؟ ما شيلش ايه ضماناتي؟ ان اللي قدامي هيتفهم تسامحي ده ومش هيكرره تاني. اقول لك حاجه، عايز اعظم ضمان في الدنيا زياده الثقه. ماشي. لو انا حد عمل حاجه غلط وانا الغلط ده خلاني اشك فيه، عمري ما هعرف اتعامل معاه تاني. وهيفضل يعمل غلط. اقوى ضمان ان انا اعلي ثقتي اكتر. فهبدا العب على الحته النظيفه جواه. فهبدا اعلي عنده انه ما يعملش الموقف ده تاني.
فهمتي قصدي؟ اه فهمت. لو انا احمد عماره اللي دي شغلتي وخبرتي اه فرق آه. كبير. ولو استشرنا قلناها في حلقه نعملها ما يدي وماله احنا يا رب نكون مسموعين النهارده. آه يعني احنا عايزين اكتر من كده. يبقى انا اتسامح عشان اشيل من جوايا. انا التسامح هو المدخل الرئيسي للسعاده. ولكن ده لا يمنع ان انا اخد حقي بمسامحه واخد حقي برقي واخد حقي باسلوب نظيف محترم بدون ضغائن بدون ضغائن. اه بس كده. استاذ دكتور احمد عماره استشاري صحه نفسيه بشكر حضرتك على وجودك معانا. كانت حلقه عن التسامح. يا رب نقدر نكون استفدنا منها مش بس احنا عرفنا بس هل هنستطيع التطبيق. دكتور احمد عماره بيقول ان اخش في الاوضه ونقفل علينا عشان ما حدش يشوفنا ونتكلم بصوت عالي مع اللي مزعلنا. بعدها هنشعر بالراحه وقياس التطبيق صح نرتاح. لو مرتاحين يبقى احنا لسه ما طبقناهاش. وفي نفس الوقت برضو لازم نتسامح والا احنا اللي هنتاذي بالقلب والضغط والسكر والقولون العصبي. واخدين بال حضراتكم الامراض دي؟ يا رب كلنا نتسامح ونقدر على التسامح ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.